السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ على خير؟ الحمد لله. كنتمنى لا فيديو ديالتي تلقاكم بخير وعلى خير ان شاء الله. بغيت نشارك معكم دي صابلي مالحين بناء على طلب ديال العديد من المتتبعات ومن الاصدقاء نتاعي. فهاد لي صابلي هادو كيجيو بنانين، ما تردوش انكم تجربوهم. المقادير عندنا كالاتي: عندنا 4 ديال الزبده، عندنا 125 غرام ديال بودرة اللوز، عندنا 90 غرام ديال السكر كلاصي، وعندنا مليحة معلقة صغيرة ديال الملحة. لافاني السائلة ديريها، ما عندكش ديري بحالي، جوج معلقات صغار بودرة الفانيليا. الطريقة كالآتي: كناخدو الزبدة الملاح، كنديرو عليها السكر الثقيل، وكنديروا عليها الملحه والفانيليا، وكنخلطوا الزبده، خدموها مزيان مع هذاك السكر كلاصي، نضيفوا بودره اللوز وكنخلطوا. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نزيدو الدقيق شويه بشويه حتى يتجمع لنا الخليط. نبقاو نكبو الطحين شويه بعد شويه بالتدريج. العجينة ديالنا هي وجدت، دابا غادي نحطها هنايا في هاد الطويصة وندير عليها الفيلم اليمونتير ونخليها ترتاح واحد الشوية في الثلاجة، وعاد نرجع لها من بعد. كنشدو العجينة كنديروها في ما بين جوج البلاستيكات كالعادة. الطريقة ديال الصابلي كيف ما كتشوفو هكا، كندلكوها بالكلاف، ما كنديروهاش ضعيفة، نخليوها شوية غليظة، وكنجيبوا النويره هكا ولا اي مرشم عندكم، المرشم اللي عندك ديري بيه، وكتشدي تقريبا واحد الصبيه هكا. نشوف بحال دابا هادي نقسموها على جوج قياس اللي بغيتي. بهذا الشكل هذا، وكندوزو عاوتاني قياس صبع في الوحده، كل واحد كيدير اللي بغا. بغيتي ديروها مدوره ديروها، بغيتي ديرها الاشكال ديال المريشمات ديروهم، المهم كل واحد كيدير كيف ما بغا. بهذا الشكل هذا
هانتوما كنصطفوهم في اللاطة، كنشدو واحد الصفر ديال البيضة كنديرو فيه واحد المقيطة ديال الخل، وبهذا الشكل هذا كندهنو الوجه كيف ما راكم تشوفوا هكا. بهذه الطريقة هذه هكا كتجينا سهلة. وكنديروا هاد الزرارع اللي درنا هنايا، هاد الحبوب انا درت تخليطه خلطتها راسي، ماشي شريتها مخلطه، درت نص كاس نتاع الجنجلان الابيض، ونص كاس نتاع الجنجلان المحمر، نص كاس نتاع الزريعه ديال نوار الشمس، نص كاس ديال الشوفان، نص كاس ديال البافو، نص كاس نتاع زريعه الكتان، نص كاس ديال نتاع اللوز ايفيلي، وكل واحد كيدير اللي بغا. هكا نبقاو بهذا الشكل هذا حتى كنساليو الصابلي ديالنا كامل. من بعد ما دخلناها من الفران دابا هو التال تحت كيف ما كتشوفوا، وكنخليوها تحمر. الفرن كيكون متوسط الحراره باش ما كيتلهبوش. ها هو الصابلي ديالنا دابا جاهز، نحيدوه من لاطا، نحاولوا اننا نحيدوه بالسياسه. ها الصابلي ديالنا هو واجد، كيجي مكرمل، كيجي بنين، انا راني كنطيب وكناكل بقوه اللي كيعجبني. كيجي مالح حلو، اللي عزيز عليه هذاك المذاق نتاع مالح حلو، كيجي بنين. فاذا عجبتكم الوصفه ما تردوش انكم تجربوها، وكتبوا لي في التعليق ديالكم واش عجبتكم ولا لا، وشاركوها مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل. والى فيديو قادم ان شاء الله.